create a solution where you personally find full satisfaction to your problem. ينفي الإسرائيليون مسؤوليتهم عن طرد الفلسطينيين، وحين يطرحون حلولاً لها يقسمون المشكلة إلى مشاكل فردية، فالمأساة ليست جماعية، المأساة تخص كل لاجئ على حدة. وعلى كل لاجئ مفرد أن يقتنع بعد ذلك أن المشاكل الفردية غير مهمة، لأن المهم هو حل المشاكل العامة، وعليه فالمشكلة عامة حين يطالب اللاجئ بحقه الفردي، وفردية حين يطالب بحلها كحق جماعي عام. وهذا يعني أن اللاجئين سيظلون خارج وطنهم ليولد أطفالهم في المنفى من جديد، في المخيمات التي يقفز عنها الزمن ولا تتغير. لو كان الطرد قد جرى كما يزعم بعض الإسرائيليين نتيجة أعمال حربية، فمع انتهاء الأعمال الحربية وكما يحدث في جميع أنحاء العالم يعود المدنيون الذين غادروا بلدهم وإلى بيوتهم. بعض الإسرائيليين بدأوا بالاعتراف بمسؤوليتهم عن طرد الشعب الفلسطيني عام 48. Yes, definitely. I think that the main reason for the creation of the refugee problem was the plan by the Jewish agency, which was the Jewish leadership in the mandatory period, to expel as many Palestinians as possible from Palestine. So I think most of the people became refugees as a result of a transfer and expulsion plan that was part of the preparation of the Jewish leadership to the 1948 war. In general, this was an ethnic cleansing. And he was not just expelling people, but he was also terrorizing them by creating an atmosphere of terror. You do it by executing massacres, by distributing rumors about massacres, in order to create also a flight, that people would run away. And then you don't have to expel everyone. اليهود بدهم أرض بدون مش ناس. طلعوا الناس من بلادهم، كانوا يجوا يهجموا على البلد من ثلاث جهات ويخلوا جهة واحدة فاضية عشان الناس تطلع منها. والله بكينا نمرك عن الميتين، والله زي النمل، ما واحد ينتبه مع الثاني. ورانا بالسيارات طارت اليهود بيجي أسبوع وإحنا نكتف هالجبل بالكلة وبالذلة. والله ما حدث هنا مميز في تاريخ الشعوب لعدة أسباب، منه أنه حدث بالقرن العشرين اللي مفروض دخل في حضارة جديدة لا تسمح بهذا النوع من التدمير الشامل، خصوصا من خلال علاقات استعمارية مع الحركة الصهيونية. واثنين، أنه الشعب الفلسطيني هجر إلى مناطق قريبة جداً من بيوته الأصلية، فأصبح هو مشاهد لبعثاته عبر الأسلاك. أذكر عندما هاجر الأهل أو أخرجوا من بلدنا سمخ الواقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبرية، آخر صورة أحاول أن أتذكرها أنه كان هناك جموع، بكاء، عويل، ازدحام وهرج ومرج. يعني صورة لا زالت عالقة في ذهني عندما خرج أهلي في عربة تجرها الخيول. كنت طفل صغير في الرابعة من عمري، وكنت ألتصق بوالدتي. وأذكر عندما مشى الركب كانت هناك يعني صورة فجائعية. وأثناء المسيرة هطل المطر وكنت أنظر إلى وجه أمي، وكنت أطرح ربما الآن يعني أطرح سؤال لم أكن أعلم فعلا في تلك اللحظة، هل الذي أشاهده على وجهها قطرات مطر أم دموع؟ في الأسابيع الأولى أقام اللاجئون في المغاور،
وتحت الأشجار